السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم في حل أسئلة الوحدة الثالثة، وظائف العملية الإدارية. نبدأ مع السؤال الأول: عرف الاتصال الإداري. عملية يتم بموجبها نقل أو تحويل المعلومات والأوامر والآراء والتعليمات من جهة إلى أخرى، أي من المرسل إلى المستقبل، وذلك من أجل إحاطتهم بها، أي إحاطة المستقبلين بهذه المعلومات وهذه الأوامر والآراء وغيرها، والتأثير في سلوكهم وتفكيرهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة المطلوبة، مما يؤدي إلى إنجاح العمل بالكفاءة والفاعلية المطلوبة. بين مقومات نجاح عملية التخطيط. تتطلب نجاح عملية التخطيط توفر عدة عوامل، أهمها وجود أشخاص متخصصين بالتخطيط ومدربين عليه، تتوفر لديهم الخبرة الواسعة بالعمل الإداري وخاصة في المجال الذي يخططون له. 2- توفر البيانات عن البيئة الداخلية والخارجية اللازمة لعملية التخطيط، للإحاطة بما يحيط بداخل المؤسسة من نقاط ضعف ومن نقاط قوة، لكي يتم تعزيز نقاط القوة في هذه الخطة ومحاولة تجنب نقاط الضعف، وكذلك دراسة الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية المحيطة بالمؤسسة لمحاولة الاستفادة من الفرص ومحاولة تلاشي الخطر الناجم عن التهديدات التي تؤدي إلى إعاقة عملية إنجاح العمل. لذلك كلما توفرت البيانات عن البيئة الداخلية كلما تعززت فرصة النجاح في هذه الخطة. توفر الوقت الكافي لعملية التخطيط. الكثير من الناس يشعر أنه إذا ما خطط لأي عمل بأنه يضيع من وقته، إنما هناك قاعدة 20-80. الإنسان لما بيبذل من وقته 20% من أعماله هو يستفيد من 80% من الوقت. لماذا؟ لأنه أنا إذا ضيعت وقتي أو جزء من وقتي في العملية الإبداعية أو في التخطيط، فإن النتائج التي ستحصل عليها من عملية التخطيط هي نتائج مبهرة. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث: ما الفرق بين الهدف والنشاط؟ الهدف هو النتيجة المرغوبة التي نريد الوصول إليها، هذا ما نريد تحقيقه وهذا ما نبتغي أن نصل إليه. أما النشاط هو الممارسة أو الاستراتيجية التي تقود إلى تحقيق الهدف. فرق بين المركزية واللامركزية. المركزية سلطة اتخاذ القرار متمركزة في الإدارة العليا، أي أن الإدارة العليا فقط هو من حقها أن تتخذ هذه القرارات المركزية. اللامركزية انتقال سلطة اتخاذ القرار من المستوى الإداري العليا إلى المستويات الإشرافية، فالمدير العام بسلطته يشرف على رؤساء الأقسام، ورؤساء الأقسام بسلطتهم يشرفون على المشرفين والعمال في المرحلة التنفيذية. تتبع خطوات بناء الهيكل التنظيمي. أول شيء نحدد الأهداف الرئيسة في المنظمة. يجب دائما أن يكون الهدف حاضر أمام أعيننا لكي يسهل الوصول إليه، ويسهل على الموظفين معرفته، ويسهل عليهم تحقيق هذا المراد. تحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق هذا الهدف. هذا الهدف يكون عام، ولكن لابد من تجزئته. التجزئة تكون عبر عدة برامج، وهذه البرامج موزعة عليها العديد من الأنشطة لكي يتم توزيعها على العاملين. تجميع الأنشطة في الأقسام. كل قسم يجمع الأنشطة المتشابهة مع بعضها البعض، ومن ثم نجمع الأقسام في الإدارات، ومن ثم نعمل عملية رسم الهيكل التنظيمي. ننتقل الآن إلى السؤال السادس: بين من خلال الرسم التوضيحي عناصر عملية الاتصال. المرسل وهو من يبدأ عملية الاتصال ويكون لديه معلومات أو آراء أو إرشادات أو تعليمات وما شابه ذلك، فيقوم بعملية تحويل أو ترميز لهذه المعلومات وهذه النصائح والتعليمات عبر رسالة، أي المحتوى الذي يريد أن ينقله عبر وسيلة اتصال مناسبة تتناسب هذه الوسيلة مع المرسل ومع المستقبل ليسهل عملية فهم الرسالة. أما المستقبل فهو المحور هنا. لماذا؟ لأنه هو إذا لم يستلم الرسالة أو لم يصل الرسالة إليه بالدرجة الأولى فلم تتم عملية الاتصال. إذن المستقبل يجب عليه أن يكون هو المعني باستلام الرسالة والتأكد من وصول الرسالة. التغذية الراجعة، التأكد من فهم الرسالة وفهم المحتوى وفهم المضمون الذي تم الإرسال من أجله.
أما هنا التشويش فهي عملية تدخل على المرسل أو الرسالة أو وسيلة الاتصال أو المستقبل، هي تعيق من فهم الرسالة. إذن أي عملية اتصال لها هدف، هذا الهدف الذي يرسله المرسل لابد من التأكد من وصول وتحقيق الرسالة، من وصول عملية الاتصال عبر المرسل من الرسالة عبر وسيلة اتصال مناسبة إلى المستقبل، ومن ثم التأكد من عملية الاتصال. عدة طرق التحفيز مع ذكر أمثلة عليهم. طرق التحفيز مادية ومعنوية مقابل أداء الفرد للعمل. أي أسلوب أو أي نشاط يعمل على تحريك العامل نحو العمل والإنتاجية بشكل قوي هو بمثابة عملية تحفيز. إذن مؤثر خارجي، أي مؤثر خارجي أو أسلوب يؤثر في العامل يحرك من العملية الإنتاجية هو بمثابة عملية تحفيز. وهنا تنقسم الحوافز إلى حوافز مادية وحوافز معنوية. الرواتب هنا نقصد فيها اللي هو أحافز مادي، سواء رواتب أو مكافآت أو ترقيات، سواء العمل بالأجر أو العمل بالراتب أو المكافآت أو الترقيات. وأجل هذه العوامل أو المكافآت المادية المكافآت النقدية. لماذا؟ المكافأة النقدية هي أشهرها وأفضلها أحيانا، لأن الإنسان إذا ما امتلك المال يمتلك كل شيء، أحيانا يشتري به كل ما يستطيع هذا الموظف. أما إذا اقترنت الحاجة المادية بشيء يعني غير بحاجة مادية ملموسة لهذا الموظف، لربما يضطر إلى بيعها للاستفادة منها. أمثلة الحوافز المعنوية: إشراك العاملين في اتخاذ القرار والزيادة في سلطاتهم وتسمية الموظف المثالي ومنح شهادات تقدير. لماذا؟ لأننا كلما شعر الموظف بتقدير واحترام الإدارة العليا له، كلما شعر الموظف بتقدير المرؤوسين، تقدير الرئيس له، كلما زاد انتماء للعمل، وكلما زاد الثقة بنفسه، وكلما زاد ولاء لهذا العمل. يستمد القائد قوته في التأثير في الأفراد من مصادر عدة. أول مصدر قوة المكافأة، فيكافئ القائد على مرؤوسيه على الإنجازات التي يقومون بها والإبداعات التي يقدمونها في حل المشاكل التي تواجه العمل. وكل إنسان يبذل طاقة فوق جهده فيجد أنه يكافئه. ولكن هناك الحد الأدنى من المكافأة وهو الراتب أو الأجر المقرر عليه. أما المكافأة عندما نزيد عليها، أي نزيد على الحد الأدنى المطلوب من الموظف الذي يأخذ عليه الأجر، فهذا أيضا يعطي دافعية وحافز باتجاه العمل، فهنا يكون بمؤثر خارجي فيكون حافزا على العمل. قوة الإكراه أو العقاب، وهنا تقع نتيجة الخوف من التقصير في العمل أن تقع عليه العقوبة. من هذه العقوبات لربما انذاره، ولربما العقوبة تكون بخصم من راتبه، ولربما لطرده من العمل حسب النظام المعمول به في كل المؤسسات. وهنا يجب أن يكون النظام واضحا لجميع المرؤوسين لكي لا يصل الإنسان إلى هذا الحد، فتكون المعالم واضحة للثواب والعقاب. القوة الشرعية، ونقصد بالقوة الشرعية هي القوة المستمدة من الموقع الرسمي أو الموقع الوظيفي عبر الهيكل التنظيمي. فهذا المدير العام له سلطة على رؤساء الدوائر، وكذلك رؤساء الدوائر لهم سلطة على من هم أقل منهم. فإذا القوة الشرعية نابعة من الموقع الرسمي. هو الاقتداء والإعجاب، الإنسان أحيانا يعجب بشخصية هذا القائد ويعجب بسماته الشخصية وبتعامله وبأسلوبه في المعاملة مع الآخرين وأسلوبه الذي يحفز العاملين على الإنجاز والعمل. قوة الخبرة، يمتلك القائد الخبرات الواسعة، سواء الخبرات في داخل العمل أو الخبرات في الحياة، ولكن هنا نخص الخبرة في واقع العمل. فكلما كان القائد على قدر عالي من الخبرة والكفاءة ويشعر العامل أنه يستفيد من خبرات قائده أو الخبرة، وهي نابعة قوة الخبرة من مدى ما يمتلكه القائد من خبرات عملية في هذا المجال، فتجد أن العامل يتعلق به ويتأثر بهذا القائد نتيجة خبراته في هذا المجال. إلى السؤال التاسع: وضح أنواع الرقابة من حيث الزمن.
الرقابة الوقائية وتتم قبل بدء النشاط للتأكد من أن الموارد قد تم تخصيصها بشكل مناسب قبل بدء ذلك النشاط لمدى حدوث أخطاء خلال النشاط. فهنا نتكلم هنا عن الرقابة الوقائية، أي درهم وقاية خير من قنطار علاج، للتأكد أن كل ما تم وضعه في داخل المؤسسة قبل بدء العمل هو مناسب للنشاط. الرقابة المتزامنة تتم أثناء تنفيذ النشاط وتطلب إحكام العمليات الرقابية على النشاط أثناء التنفيذ للحيلولة دون انحرافات عما تم التخطيط له. إذن نحن نتحدث عن رقابة وقائية قبل العمل، نتكلم عن رقابة أثناء العمل متزامنة، ومن ثم الرقابة العلاجية أي الرقابة بعد العمل وتأتي بعد الإنجاز وإنهاء المهمات، ويهتم بمعالجة الأخطاء بعد حدوثها وتركز على النتائج ولكنها لا تركز على المدخلات ولا على النشاطات. فالرقابة الوقائية تركز على فحص المدخلات، والرقابة المتزامنة تركز على العملية التحويلية أثناء ممارسة عملية النشاط، أما الرقابة العلاجية فتركز على المخرجات النهائية للنشاط. السؤال العاشر، وضح أسباب الانحرافات المتعلقة بالظروف البيئية مبينا طرق علاجها. تكون هنا الانحرافات تكون داخلية أو خارجية، مثل ظروف سياسية، ظروف اقتصادية، أما علاجها وهنا يركز على احتواء هذه الظروف ومحاولة التكيف معها. كل مؤسسة تحيط بها بيئة، هذه البيئة تؤثر وتتأثر بها المؤسسة، فكلما استفادت المؤسسة من هذه الفرص أي نتيجة وجود نقاط إيجابية فتستفيد من هذه الفرص، والتي نسميها في البيئة نسميها فرص، وإما أن يكون هناك خلل ويؤثر على العمل فنسميها تهديدات. فكلما عززت المؤسسة من استغلال الفرص وتجنبت وتكيفت مع التهديدات كلما كان نجاحها أكبر. ما مصادر الحصول على البيانات المتعلقة بأداء العاملين؟ يتم الحصول على البيانات المتعلقة بأداء العاملين من خلال تقارير مكتوبة أو شفوية من خلال الملاحظة الشخصية. ليس الهدف هنا من تقييم أداء العاملين هو التشفي من العاملين وتصيد أخطائهم، إنما المقصد هو أن نقف عند نقاط القوة ونقاط الضعف لدى العاملين، وكم نحن بحاجة إلى تدريب للموظفين ومن تطوير لمهاراتهم لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف. نقاط القوة نريد أن نعززها لتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية، ونقاط الضعف كذلك نريد أن نتجنبها لنتجاوز هذه الخطوات لنرفع من كفاءة وفاعلية أنشطة المؤسسة لتحقيق الأهداف المرجوة. الآن إلى السؤال 12، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. ما المبدأ الذي يشير إليه انتقال سلطة اتخاذ القرار من المستويات الإدارية العليا إلى المستويات التنفيذية؟ نتكلم عن التسلسل الإداري. كم تبلغ مدة التخطيط متوسط الأجل من سنة إلى 3 سنوات؟ في أي مرحلة من الرقابة يتم إعطاء قيمة للإنجاز وضبط الفروقات بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع؟ نتكلم عن قياس الأداء الفعلي. أي من الوظائف الإدارية الآتية تبدأ مع بدء تنفيذ النشاط؟ تبدأ مع التوجيه. البند الخامس، ما الخطوة الأولى من خطوات عملية التنظيم؟ تحديد أهداف المنظمة. أي من الآتية من أكثر طرق التنظيم شيوعاً؟ التنظيم على أساس الوظيفة. أي من الآتية تعد من الشروط الواجب توافرها في الأوامر الصادرة من الرئيس إلى المرؤوس أن تكون في حدود قدرة المرؤوسين والموارد المتاحة ليسهل على المنفذين تنفيذها؟ نشكركم على كرم المشاهدة، ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.